كان بالإمكان أفضل مما كان للقادسية، تقدمتم بالمباراة، ولكن من الواضح أن الشوط الثاني لم يكن شوط القادسية كابتن. أول شيء بسم الله الرحيم، هذه الكورة فوز وخسارة، ربي ما كتب، نحاول نجتهد، نحاول نكسب 3 نقاط ربي، لكن ربي ما كتب، الحمد لله هذه الكورة. جميل، اليوم الأهلي ينتصر عليكم بالكرات العرضية، بكل تأكيد كان في نقاش طوال الأسبوع الماضي بالأطوال الأهلي يتفوق على القادسية، واليوم أيضا بالأطوال الأهلي يسجل على القادسية. هذه الكورة الحمد لله ربي ما كتب، حاولنا أن نأمن لورا لكن ضيعنا فرص، والحمد لله ما حالفنا الحظ اليوم. جميل، خليني أسألك تحديدا بعيد عن هذه المباراة عبد المحسن، وأنت لاعب شاب تمثل المنتخب السعودي للشباب بطل آسيا، من تبحث عن مشاركة عالمية متميزة، بالأمس الأخبار تأتي بأن معسكر منتخب الشباب يلغى، هنالك مشاكل في المعسكر لم يكتمل، تأثيره عليكم إيش الكلام اللي دار بينك بين زملائك أيضا الكابتن خالد بصراحة، وإيش تتمنى؟ والله ما أقدر أقول لك شيء، بس لكن معسكرات هذه ما جانا خطاب، اتوقع النادي يرسل خطاب اني نحتاج لعيبه، هذه بين الاداره، انا ما لي اي شيء شغل. انت كلاعب ايش تتمنى؟ لاعب تمثل المنتخب عندك مشاركه بكاس العالم، تتمنى فعلا انك تدخل في معسكر طويل ولا تتمنى انك تبقى في النادي؟ لا اكيد اكيد عندك فرصه، ما حد ياخذ الفرصه، ما حد يقدر يحصل هذه الفرصه كاس العالم، لكن ربي ان شاء الله يوفقنا باذن الله ومشاكل حتنحل. معك جميل، نتمنى لك التوفيق، نتمنى للمنتخب السعودي ايضا. شكرا لك. لا حبيبي، شكرا حبيبي.